بوزينة أو بوزينة الزينة هي بلدية من بلديات باتنا، أطلق عليها هذا الاسم قديما نسبة إلى موقعها الجذاب وجمال طبيعتها، حيث كانت عبارة عن غابة كثيفة كانت غير مستغلة، ونظرا لوفرة مياهها على طول الوادي الذي يقسمها إلى قسمين مالو وسامر، ولا يمكن الولوج إليها دون المرور من أعالي الجبال التي تحيط بها. مرحبا بكم وضيوف النار، نتشرفوا بكم، بارك الله فيكم، بغن تزورم، نشتاقيتنا التاسم غرنا، فقليت بوزينة، بلاد الزينة إن شاء الله، فقليت نصورت، تايا ديبنا نصورت، تايا أجحر بن ألدى النبي استقلال، وأن في ميرا تروي ونغط صبارنا نغط حواسن في التاريخ النغط الآثارنا. فانا فرنسا ذيك ونتمحو ريش انا من القرايه ونتجي شان قرابه شان ظلمه تايلان الدرايا يني راسيا هكا الدرايا سيا وكل اسباب نسهن الشهادو جامعين ها فان جامعين تدارتين جامع الجامع القران نتبع ذو النقري قناه الجامع المصلى ذو النقري نتبع ذي الصور ساقلا تربس قرايهم تعوين تاين قراص ست تبغى زيش وي تشور وي كل تشور قبل زيش زيش ذي صور الناس تشور تفوع تفرغ تفزع سيا ولا سيا سوف يحدث التغر أهنتا تعويني استمان السيا أهنتا سنت تعويني السيا لقين تيد سدو زدار مقارا سنت تعويني ننصوص عبد الله الراجل تيدا في الحد نسنت قرنتيني رأي صرار وادي كنت كنت تيدا سقوثار حد نسنت قرنتا أنت السيا في الدرايا السيا وكل قراسن في الدار نايف وزروار عيث باب نسن الشهداء وكل موطن ربنا يرحمنا يرحم الشهداء إن شاء الله واش نحفظ يحفظ المؤمنين التدين السياي سي في الدار يا أثنو سوفيني دي هقانين سوفيني توفني هقان نقراس عبد السابق إيتن كارد وقتي هذي كار يقدر بس حيط غراب شوي بشوي أردادي بالله بيقار ذو نتفرن المونت مجاهدا قبل الكرسور ومن حيث شكلها المميز الذي يشبه صورة ذئب يترقب فريسته كما تتميز بتنوع لون تربتها من الأحمر الداكن إلى الأصفر الفاتح، إضافة إلى هذا فإن مداشرها مستوحاة من تضاريسها، وتسمى بالشاوية فقلعة فقذرة بوزينة أي قلعة بوزينة القديمة، وهي دشرة سياحية مبنية على تلة صخرية بنظام عمراني قديم يعود إلى ما قبل اندلاع الثورة التحريرية وأثناء الثورة نصبت فيها فرنسا مراكز حراسة سيجت حدودها بالكامل. تدا خسر عوين تاس عوين تاسي 500 ناس 600 ناس لا قلا ثياث لا عوين تايا ثقور وتحبش طول على العام تنقيس ما إلا الجفا في استمر ثلاثة ولا أربع سنين تغرمت في نوم وردين تغيمة بصح ما العوام يعداني إلا الجفا في قورنت بصح شقاسا حمل انت كاملا في لانت ما تاخذ من هذاك الدار بوزينه تقريم ديك كل دايا سكن وليش منه ومنا السكان سكان وكل دايا لان وليش منه ومنا لا تمر لا مزرين ما كانش كل هنا يخدموا هذا الفلاحه عندها بالوادر منا ومنا يحصدوا ويجيبوا ويدرسوا لنا وكذا وكل ساكنين هنا في القريه هذه اللي راك تشوف فيها صح الناس يجوكم هكا برانيه من على جال العيون هذه يشوفوهم مثلا سواح برانيه هكا ناس ماهمش يجيو يجيو الناس يشوفوا كل عام كي يحمل الماء هكذا ويروح حتى البشكرة يروح حتى الماء هذا يروح حتى البشكرة وهذه هي عن بكري الجامع هذاك الاول هذاك قولوا الجامع الكبير شفتوا ليه اه وين الاعلام ايه قالت لي قلت فرنسا وين سكرت وصوت فرنسا وين الجامع العتيق
من بعد وري من بعد ويني اه هو عنده بدها سنه، وانما وين نقبل وزيك بدها غير مشاوره ومن بعد سوانوا جمال العتيق. هنا كاين السوق، كاين الحوانت هذو التجار، كاين القهاوي، كاين المحلات نتاع الكتان، كاين كذا. اضرب خلاص راحوا كل سما، وهذاك اللي من هي الجامع يقراو فيه الاولاد القران العظيم الشوكه الطرفاني خلاص اللي تحت الروشي هذاك. قوة هذه ولا كان من قبل؟ كان من قبل، ما كان من قبل بكري، ما كانش القنطره هذه الكمين ما يقطعوش من تحت. قبل ما تكون القنطره، القنطره اللي خلقوها ما عندهاش ياسر من داروها، بكري كان طريق من تحت خلاص، وما كانش القنطره الثانيه التحتانيه تاع البلديه، كان عندهم الاخر طريق ما لتحت قابيوناج لتحت، يفوتوا من ثم الكمين ساعات ما يقطعوش. كل عام هكذا، ويا مواد مي مواد فيبري مي تحرك الماء نتاعها، كي يكون كي يكون المياه اللي يمشي الواد هذا. انا نشوفه تخرج من تحت الديار، من تحت اي تحت الديار، الناس ساكنين شكلهم من فوق، لا تخرج من تحت. وللنزول إلى أسفل القرية يجب المرور على طريق متعرجة، وتتواجد في الأسفل الينابيع الرئيسية التي تبدأ منها الحياة، ويبدأ حزام البساتين الأخضر، ومن هذه الينابيع ينبع عبد الصادق أو تعوينت الصادق التي ينبع من مغارة عميقة ومظلمة، وغير بعيد عنه يوجد ينبوعان صغيران يخرجان من تحت منزل حجري قائم إلى يومنا هذا، وبجانبها نبع ثيط تبغى التي يشتهر بالانخفاض الشديد لدرجة حرارة مياهه، كما تتواجد فروع نذكر منها الغارو قوري إليو ثيمطهر. يا كل تدار ناس وزربا لي قديم نزي في عويني راك انت تسدو في الدار ناس وزربا وسنيني في عويني راك انت تسدو في الدار ناس وزربا في تنتبه سدو في الدار ناس وزربا شو كنت تدار ناس وزربا الفامي تطم قرانت لعبابين قران ذي شوار لعبابين يرو قام في الدار ها انت أحي فهم سرقايا نقرا سرقا نتركبين السيساق السي غدر مبوزينا نديقوح قوح السيساق وايد سوف يقرد ريس عبد الصادق السياي يقرد السيس عوين نوسي سعيد يقرد السيس يقرد السيس عوين نوسي سعيد حتى السياي يقرد السيس عوينين نغارو قروي يقرد السيس عوينين تعوينين قراسن ثلا حلوف اخي ما خصنا يكون تفرد في عويني ثيني جايين نقارات ترى حلو قرنتي كل بسوفاي يعني راح انت الاكثر يا نسنت قرنت غير هذه كلمة حدو ذي تعدى السياو ذي تغرسو هاي با السياي هذا هو بريد التاغن غير هذه كلمة وامان يقداش نقران ذي هو ان دفو الله غنتم تشيثين هاتا وسامان السياو وذلك نجمع القران والبلان عبر غربة دا والو حدودي هكو يقدر يقدر الحال في اياي يبحرينا كل تشورو هنتوتو بس حيني لا سبا ساري فاتين ايه الخير غنقى بوزينا مشنوعة بوزينا مشنوعة سوانا نس الغل ثنس الخير النس بعداد النس ديسن النيس تنحنان تنساغان تنفوكان تملاغان وليش العدو وليش الحسد وليش ننكر وليش غرسن الايمان بوش ذنوب قرين شاب سحر الايمان يقوى غرسن لو ما ذنوب كلنا اسابان
بعد نزيد ماني قلا الخير يا الا 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 كل شيء زيك هذه غلي شال كناين يدكاوي من ناكل سيات عاشن خدم نسيغا من سنت عاشن داس عليهم هالي ما هنا دكتور زينة كانت تسمى بلاد الرافدين فيها زوج انهار فيها هذا وفيها واحده ومن جهه نيردي على كل حال تاع نيردي ونشف ما بقاش بقى غير هذا وهذا في ايام العوام اللي فاتوا كان فيه جفاف كبير غير كما عاود رزق ربي ان شاء الله بامطار وعاود جاو لي سورس هذو وبوزينه قديمه تشوف من هي الاثار كانت عامره كانت قالوا تجري من تحتها الانهار فهمت كيفاش كان سكنات وكان ناس عامره بزاف بزاف هنا من يجيو ناس برانيه يجيو خطره تلقاو هنا الناس من الجلفه جاونا من الجلفه يجيو من بسكره كاينين الناس يجيو من بسكره واش هو نقص الاعلام ونقص الاخر اللي خلاها تسمى كشغل بلاد منسيه انا زرناكم مرحبا بكم شمسي في زارت اليوم باش دير ريبورتاج على هذا الماء هذا مرحبا بكم في اي وقت وبلاد مضيافه على بوزينه بوزينة كانت بلاد واش راح نقول كل خيرات فيها مني صار فيها الجفاف ولات شوية الناس ابوندوناوها هجروا للمدينة خلاوها صرا هجرة ريفية فهمتلي دوك كي ولاو الماء ولاو الاخر ولاو الناس ولاو يجيو دروك ولاو يعاودوا يستثمروا هنا كاين استثمارات في الاحياء هنا بدات بصح مازال على كل حال مازال ماهيش قوية قوية بصح لاباس انت راك تجي للعين هذه نجي شعكويك عندنا تقريبا كل عطلة أسبوعية نجيب ونجيب الأولاد هنا نروحو ندورو نطلعو نشوفو الأثر الأولاد يشوفو منين جا باباهم نتعمرو الماء إيه لازم هذيك لازم يعطيك الصحة واش تقول قناة الشمس والمشاهدين تاع قناة الشمس في هذا رمضان هذا إن شاء الله أخويا صحة فطوركم وصحة رمضانكم ومرحبا بكم في بوزينة في أي وقت أول هذا بس الشوي أول الشوي ذا مرحبا يسون ذي بوزينة في كل وقت أربعة وخمسين تسرف غنغري تقمرين أردي إصفات وذكر ناني نستقل نعيان صغل سنة إلا شنو هذي سين بوزينا نغذل خذن النس أهنا يوذان خذ من متى تظرين وهن شتين شو غرسن شار الخبر وتنقين شو الكيضان أرينير أهنا يوذان شهدين وغرسن شار الخبر دي سن روح من حقوق نسن أرينير هدالت وتبوين شاد هدالت وتبوين شاد درين سن نهني خذ من أقدر رب العالمين داي رباني قبل إبادة الله خرف رباني قبل رباني يصلح خلق سباقي يا بابا دا مسؤولي التاس الدغرس دا يسر يحضو في خنه دا يفضر نضي غرنا شتان عن روحا بس حماني نستاقل لنا في حد لا يسي حد قول حلاش لا قليه لكن واه ذرينت ستة وينون متى هذا بنساه نكرن روحا فين وفيها الطاضة الدار فين بهكر حد لا يزرق تغرس ربا ذي حق الحق واذي بطل باطل ربا نحفظ واذي قبل في اللون واغني السمسر قاضي دي الجنة في نمسر قاسة إن شاء الله نكثير دين رحاني غندي بوين استقرار سفانا نغثامور سي الكفار سفانا نغثامور سي الكفر وخسنا دقن الدين خسنا دقن القرآن فرنسا تحرمان غنروح نقرأ القرآن نقرأ في الله ستوفرة خاطر خسنا لي فبري من النس كنوي نظيم ونزيان الشفيفة ربا هنا عبادة تزو ونستعل من نتا في فرنسا تزور باش تحارب حال بنتي قاد نموت من ربا نرحم راهو اهل امي كثير جيه في المسلم تاقلي اصبر الروبينات تاج اه
لا 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 سلاح اليوم سلاح.